السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله في الفيديو ده لآخر جزئية معانا اللي هي الفوتر بتاعنا في الكوبي رايت وفي الفونت وسم بتاعتنا. هاجي هنا واحدة واحدة وليكن هقول له إن ده الفوتر الديف بالكلاس كونتينر، برضو هقول له خلاص مش لازم كونتينر، أنا هقول الفوتر ده كلاس تكست سنتر عشان يوصل لي كل الشغل بتاعي. هعمل مجرد باراجراف واكتب فيه الكوبي رايت اللي هي العلامة بتاعتنا الانتيتي بتاعنا الكوبي، اقول له رايت مثلا عام 2016، ثم هقول له ان هعمل اي بقى اي فونت وسم، طبعا هعمل لها انكلود اشتغلنا بيها الفيديو اللي فات، وهقول له اف اي اف اي داش فيسبوك، هكبر خط شوية 2 اكس، هعمل 3 واشوف الشكل الاول، هاجي اعمل ريفرش هنا تمام جدا جدا مظبوطين. طيب هنيجي بقى نظبط الشغل بتاعنا، اول حاجة فيسبوك وليكن تويتر، واخر حاجة انستجرام، واشوف الشكل كاتب غلط متهيألي، تويتر انستجرام الشكل تمام جدا جدا. هاجي اظبط بقى الستايل بتاعي، اول حاجة الفوتر الويتس 100%، الهاي اوتو، البادنج من التوب 20 بكسل ومن البوتوم 20 بكسل، والليفت والرايت 0. هاجي اقول له الفوتر الباراجراف الفونت سايز 20 بكسل او 18 كويس بكسل، الكالر 8 8 8، واشوف الشكل ريفرش تمام جدا. نسيت كلمة كوبي، كوبي رايت 2016 تمام. بعد شوية انت عايز تزود الكلام ده مفيش مشكلة، نعمل فكرة بتاعتنا مش اكتر تمام. هاجي اظبط الاي زي ما ظاهر هنا كده، اقول له اول حاجة هات لي الفوتر الاي ابعدهم لي عن بعض وليكن بادنج 10 بكسل، الباك جراوند بتاعتهم اللون الاسود، الكالر بتاعهم اللون الابيض، البوردر راديوس 50%، واشوف الشكل بتاعي ريفرش تمام جدا جدا. شوف الشكل هنا تمام، هو مش تويتر قبل الفيسبوك ايا كان، زائد ان اللون مش اسود، اللون 999، واشوف الشكل بتاعي تمام جدا جدا. هذه الفكرة بتاعتنا، عايز تصغر مفيش مشكلة، هنشيل الهاي بتاع البادي اللي احنا كنا حاطينه عشان نشوف الشغل بتاعنا ريفرش تمام جدا جدا. ادي المشروع اللي احنا كنا عايزينه بالبوتستراب بفضل الله خلص تماما. الفيديو الجاي ان شاء الله هنحط مكتبة بسيطة هنشرحها برضو في فيديو لوحدها اللي هي الواو جي اس، ونحطها على التمبل بتاعنا عشان يكون شكله بسيط يعني ظريف شوية ويكون شكله كويس. أتمنى يكون الفيديو ده واضح وعجبكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.